Do you think Korean is difficult? Korean is the easiest language to learn in the world. It's called language. Let's learn Korean together. Korean Click will help you. جوجل اوتوماتيك بيعمل ترانسليشن. انا انصحكم ان انتوا يعني في الاول حاولوا ان انتوا تلغوا الترانسليشن ده عشان تاخدوا على الكلام، يعني تستخدموها بس لو انتوا عايزين تعرفوا معنى الكلمة. اوكي، فاحنا هنا علشان تعرفوا ازاي تكونوا الجملة صح لازم تعرفوا 5 أزمنة، دول ستاندرد كده موجودين في تكوين الجملة الكورية. أول حاجة الهيونجي، الهيونجي دي اللي هي الحاضر اللي احنا فيه، والكواجو الماضي، ميري المستقبل، إيممون ده جملة السؤال، وجوجمون دي جملة النفي. وانس ان انتوا هتحفظوا ال5 أزمنة دول كويس جدا، اي فعل جديد هيجيلكوا هتبقوا مجرد بس ان انتوا هتحفظوا البرونانسيشن او النطق بتاع الفعل والمعنى بتاعه ايه، لكن تصريفات الازمنه هي هي في اي فعل، ما عدا في افعال بتبقى شاذه دي هتاخدوها قدام شويه، دي بتبقى ليها تصريف مختلف. تمام. لكن هنا قاعده اللي هو التجو ده الفعل بتاعه في المصدر، هنصرفه في المضارع هتبقى قاجو يسير اللي هو انا بعمل الفعل ده دلوقتي، انا رايحه دلوقتي للبنى، انا رايحه دلوقتي لمنى. فاي فعل هيجيلكوا اخير اخره هو واسايو يبقى ده على طول في المضارع، المضارع المستمر كاجو اسايو كواجو. هنعرف كواجو ازاي؟ هنلاقي في الفيرب في الاخر هنلاقي يا اسايو او اسايو على حسب الفعل ده نهايته ايه، دي برضو هتعرفوها لما تاخدوا افعال كتير قوي. فلما هتلاقوا الفعل الصايو او الصايو يبقى ده على طول في الماضي، كالصايو ده في الماضي، يبقى كو الصايو ده في المضارع، مضارع مستمر، اوكي الصايو او الصايو ده في الماضي واجو. الميري اللي واجو هو المستقبل هتعرفوه ازاي؟ هتلاقوا الفعل الاصلي اخد الريل تحت في الباتشن، موجوده تحت الحرف اللي بيتكتب تحت بيبقى اسمه باتشن يمنا، انا مش عارفه انت لسه يعني ممكن هتعرفيها في الكلاسيس قدام. فلما نلاقي الريل وبعديها كويايو يبقى ده في المستقبل على طول، انا اوكي هروح بكره، انا هروح كمان ساعه، انا هروح بعد ما نخلص، المهم ان الفعل ده لسه هيتعمل، مش لازم يكون بكره او الاسبوع اللي جاي، انت لسه هتعمليه يبقى ده دخل في المستقبل على طول. انا هعرفه من الريل بتبقى تحت في الباتشين وكويايو، ايا كان الفعل ده هنا ايه بقى، قال كويايو. السؤال بيجي يا اما بيبقى طبعا عليه الكوتشن مارك، يا اما بيجي في اي زمن، مش لازم يكون في الماضي بس، ممكن اقول مثلا قال زي كويو لبنى ونل ويساي كالكو يايو. هروح المكتب دلوقتي، بالظبط، بكرة نيل بكرة او بكرة دلوقتي او النهارده، ونل برضو ونل اللي هي النهارده بيجي معاها الفعل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، يعني ممكن اقول اوكي النهارده ونل ويساي كاسايو، انا رحت الشغل، رحت انا رحت الشغل خلاص النهارده، قولي ويساي كالكويايو، أنا هروح هروح الشغل النهاردة، جيكم ويساي كاكويسايو، أنا رايحة الشغل دلوقتي، أنا بكرة. لسه في الطريق، أنا بروح أهو. أوكي، فجملة اوكي السؤال ممكن يجي في الماضي، ممكن يجي في الحاضر، ممكن يجي في المستقبل، إحنا هنا حاطين مثال بس في الماضي، لكن ممكن نقول كاسايو كالكويايو. ولازم تاخدوا بالكم من التون بتاع الفويس بتاعكم، لازم توضحوا ان ده سؤال، لان هي هي نفس الكلمه بس التون بيختلف، يعني زي مثلا ما اقول لك هو انت رحت الشغل النهارده، انا خلاص انا عارفه ان انت رحت الشغل النهارده، دي كده جمله اجابه مؤكده، لكن لما اجي اسالك هو انت رحت الشغل النهارده، هو انت اكلتي بس النهارده،
انت فطرتي النهارده؟ شفتوا التون؟ انتوا حتى بتيجوا تسالوا او تتكلموا على حد التون بيسالوا، فلازم توضحوا ان ده سؤال. اونيل ويسا ايه كسايو او جي ويسا ايه كسايو. انت رحتي الشغل امبارح؟ شفتوا دي بقى جملة النفي. جملة النفي بتيجي معاها كذا أداة مختلفة، الأسهل فيهم أن كسايو، أنيو لازم تحطه في الأول، أنيو اللي هو لأ، أنيو أونيل كويسا إيه أن كسايو، أنيو كويسا إيه موت كسايو، ما قدرتش أروح، أو ممكن نقول كاجي أنايو. يعني هي في كذا طريقة ان انتي تقولي جملة نفي، بس عشان ما ادوش عليكم قوي هنبتديها بان في الاول. ان اللي هو انا ما رحتش، مت انا ما قدرتش اروح، كودنت جو، كاتجي انا يو، يعني زي ان برضه زي ان كسير، بس هي بتبقى طريقة مختلفة شوية. فهنا دي اسهل حاجة دلوقتي، الأمثلة النفي هتبقى قدامكم كتير قوي، فأنا مش عايزة أدوشكم في حاجات كتير قوي دلوقتي. فهنا لازم أول حاجة تحفظوها كويس، تحفظوا أسامي الأزمنة دي، ولازم تبقوا عارفين لما السانسنم، يعني زي مثلا النهاردة وإحنا في الكلاس السانسنم كان بيقول الفيرب وبيقول ينجب، إحنا كنا بنقول له التصريف الفعل في المضارع، تلاقيه مرة واحدة قال كواجو. لازم تكوني حافظة الزمن ده اسمه إيه، الماضي، الحاضر، المستقبل، جملة السؤال وجملة النفي، فلازم تحفظوها بالكوري أسميها إيه، ودي تصريفات الأفعال ليه. أوكي اوكي خليني كده أوريلكوا أمثلة تانية. عايزة أجي الأوتوماتيك ترانسليشن، كنت بستخدمه الأول بس دلوقتي اتعودت. هنا أمثلة بسيطة، يعني الجملة هنا مش كاملة، زي إيه؟ نونا نن كابو يسايو، نونا اللي هي أختي، أختي الكبيرة، بس نونا بتتقال للولد، يعني الولد لما يجي ينده على أخته الكبيرة بيقول لها نونا، لكن البنت لما بتيجي تنده على اختها الكبيره بتقول لها اني. بالظبط. فهنا نونا يبقى احنا عرفنا ان ده ولد اللي بيتكلم، نونا نين كابو يسايو، اختي كبيره رايحه دلوقتي. هنا هيبقى في المستقبل، ابا نين كالكو يايو، بابا هيروح. يبقى هنا لما هنكون الكلمتين مع بعض هتبقى نونا نين كابو يسايو ابا نين كالكو يايو. زي ما السانسنم قال النهارده ان الجمله بتتكون من الضمير الاول اللي هو انا انتي بابا ايا اسم كان، ولازم ياخد النين معاها في اول الجمله، دي زي جمله تاكيديه، ماما بتتفرج على التلفزيون دلوقتي، اما نينتي كم تلفزيونيل كوكو صاير، ماما بتتفرج دلوقتي على التلفزيون. فأول حاجة بنحط الضمير أو الاسم، بعد كده بنحط الزمن، ده هوريها لكم في أمثلة دلوقتي، وبعد كده بنحط الزمن، بعد كده بنحط المكان، ولو عايزين نقول إحنا مع حد أو إحنا لوحدنا بنعمل الفعل ده، الفعل بقى بيجي في الآخر خالص. فخلينا نمشي كده بالأمثلة واحدة واحدة متقطعة. هنا مثال تاني، تشينجونين قصايو، ده كده إيه؟ ده في ماضي أي زمن؟ ماضي الماضي اللي هو إيه فاكرينه؟ واجو. واجو تمام، هيبقى واجو تشينجونين قصايو سونسيني من أنكالكويو. ميري بالظبط. يبقى هنا كده ميري ميري اللي هي المستقبل، ميري ايه المستقبل، تينجونين كاسايو سونسني واجو من انكالكويايو، ده ميري الميري. هنا أمثلة تانية، جونين اوجي كاسايو، انا رحت
امبارح. ايا كان بقى منا انت بتنامي ولا ايه؟ لا مش بنام، بس انا مش عارفة افتح المايك وارد عشان الكلاب اوكي تمام المعصباني. مفيش مشكلة. هيبقى جوانين اوجي كاسايو، انا رحت امبارح. تينبونين نيل كالكويو، صديقي او صاحبي بكرة هيروح. تينبونين نيل كالكويو نيل بالظبط. يعني غدا ايوه تومورو. بالظبط. تومورو يبقى هتاخد المستقبل اللي هو اخره الريل بيتحط مع الفيرب كويايو. كويايو، كويا هل ان شاء الله. كويايو كويايو بالظبط. هنا امثله تانية، اوبانين جيكيم هاكو يسايو، ده في انهي زمن؟ هو هيونجي بالظبط اللي هو يونجي. الحاضر بالظبط. اوبانين يونجي جيكيم كاغو يسايو. حد يقدر يقرا السؤال ده؟ دونسين دونسين ات اي اوزي كاسويو. ده سؤال هنقوله ازاي؟ نسأله ازاي؟ ده سؤال، انا هعرف منين ان ده سؤال؟ دونسن دونسن اودي كاسايو ايوه بالظبط. تونسنين كاسايو اوتي كاسايو، كاسايو. اخويا الصغير راح امبارح. لازم نوضح ان دي جملة سؤال، انا قصدي ده ماشي. مثال كبير شوية اللي هو بيتحط فيه ترتيب الجمل زي ما قلت لك. الضمير اللي هو my younger brother تونسن، والزمن تونسن اونل اونيل ده الزمن اللي بيحدد الجملة الزمنية فين بالظبط. ابا وبعد كده جيكاكو ده المكان اللي هو اوكي. الجانسو ده المكان، والفيرب او الاكشن او الفعل اللي بيتحط دايما في اخر الجملة هيبقى كالكوي بالظبط. توسنين اونل ابا جيبرو كالكويو. احنا قلنا ان كالكوي اونل اللي هو النهارده ممكن يجي معاه 3 ازمنه، لان ده لسه النهارده، ممكن يكون حاجه عملتها الصبح وخلصت واحنا بقينا اخر النهار، حاجه انا لسه بعملها وما خلصتش، حاجه لسه هعملها كمان ساعه اخر اليوم بالليل قبل ما انام. فده الزمن الوحيد اللي بيجي معاه او المكان الوحيد اللي بيجي معاه ال3 ازمنه دول تمام. بالظبط. لما نلاقي اونل يبقى لازم نبص للفعل، سوري، لازم نبص للفعل في الآخر إذا كان حصل ولا لسه بيحصل ولا لسه ها يحصل. هنعرف منين؟ لو حاجة مستمرة مضارع مستمر هيبقى قابوس صايع. لو بالظبط لو حاجة حصلت هتبقى قصايع، كسايو لو حاجة لسه هتحصل هتبقى كالكوير كالكايو. بالظبط. طب هنا ده مثال تاني، مين يقدر يقرأ الجملة دي كده أو يقرأها فرضاني؟ خلي من ماشي هحاول. أوكي تين كونن أيوة اودي أو اودي أو جي اودي جي هم اوجي أيوة هانكور أنت شايفاها ولا مش شايفاها؟ هانكويو. شايفه هاكيو هاكيو نو هاكيو ايه؟ هاكيو هاكيو ايه قربت تخلص؟ اوكي كاسويو. تمام. يبقى تينجوينين اوجي هاكيو ايه هاكيو ايه قصايو، كاسويو. صاحبي امبارح راح المدرسة. اوكي اوكي. مثال تاني كده بسرعة يكون أكبر شوية. ده الشرح اللي أنا قلت لكم عليه اللي هي الأزمنة. ممكن ناخد حاجة تانية، ده الشرح اللي أنا قلته. خلينا ناخد لو حاجة فيها براكتس شوية. هنا أنا بقى كنت إيه عايزة between أسأل above.
في حاجة تخص ان احنا يعني في لينك او حاجة في كلمات بنحفظها، كلمات كلمات بيبقى فيه، بس الكلمات حاليا اللي بتتقال في الكلاس يعني بعد الكلاس ما بيخلص انا هكتبها لكم وابعتها لكم على الجروب، لكن لو هوم وورك او مثلا زي الشرح التكست بوك والحاجات دي بنبعت اللينك على طول. اوكي. هنا تكوين الجمل، احنا قلنا في الاول ان احنا في بداية الجملة بناخد الضمير او الانا او الضمير. الاسم، فهيبقى والاسم بياخد النين عشان دي نين. جملة تأكيدية، فهيبقى اوكي. حد ممكن كده يقول لي ممكن ناخد ايه؟ امانن جو أمانين. ايه تاني؟ هنتال جوني. اعمل جملة شونن. ولا احنا بناخد التكوين الأول واحدة واحدة، ماشي. ماشي؟ جونين زي من شو اوكي جونن وفانن فانين تمام تين شونين جي سونين شو. اوكي ونمجة تشينجونين. اوكي اوكي بعد كده بنختار ايه في الجملة؟ اللي هي زي الزمن. نيل او اودي. بالظبط بالظبط الزمن، يبقى في هنختار اودي اونر اونر اونيل اودي اونيل اونر كم هانتال جوني. فين؟ هانتال جوني هنا هندل جوني. اوكي تشيكم تشيكم ايه جيكم تيكم ناقص فعل نيل نيل. نيل يس. تمام مش برضو نين يوني نين يوني واحد تاني. نين. تمام اوكي اوكي بعد كده بقى تكوين الجملة اللي بيجي بعديها. المكان لو في بيتحط تمام هيبقى توسو جواني دروسك وني ديم توسو جواني دروسك تشوبين وني موريا بين تشوبين تشوبين موي فيلابين فيلابيني الكابرولي فيلابيني. اوكي نونا شيبي تشيبي نونا جيبي هانغوك شيكدان هانكوك شيكدان هانكوك تشو. تشيكتاني. اوكي هنا بقى عايزين نعمل الفعل في الاخر، ناخد بالنا من ترتيب بقى ايه الازمنه دي كلها، فهناخد اول واحده اما نين هتبقى او دي توسوك واني او دي، دي اللي هي ايه امبارح يسترداي اللي هي اسم الفعل او اسم الزمن. كواغو كواغو. بالظبط كواغو كواغو، يبقى هياخد التصريف في الماضي. كاسايو تمام كاسايو بسايو. هيبقى ممكن تقروها كده أمانن أوتي توساغواني قصير تمام. تاني جمل جانين اولل تشونين توبن موري. تشوبين اولل بقى ممكن تاخد اي زمن براحتها القيو وممكن. طب انا عايزه اسالكم على كاكا حاجه، هي جونين هنا في الجمله دي ممكن نحط لها سؤال؟ لو نعملها في المستقبل أو في الماضي بنغير بس رتم الصوت في الآخر. بالظبط، بس ممكن نحط لها سؤال في الجمله دي. يعني انتوا عندكم نوعين من السؤال، في قصايو وفي كالكويو، هل ينفع ان احنا نحط يعني سؤال في الجمله دي؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت هنا تونين او نيل تشوبين موري كاسايو، دي كده صح ولا غلط؟ أنا أعتقد صح. صح ايوه صح. طب هقول لكم حاجه، انا قلت لكم ان اونل بتاخد معاها اي زمن، بس هي بالظبط. غلط ليه؟ علشان ما ينفعش احط جونن، ما ينفعش اسال على نفسي انا كده بقول هو انا رحت امبارح شوبن مول، يبقى هنحط مكانها ايه؟ هنحط هنا اوبا نين اونل شوبن موري كاس. تخدعينا تخدعينا خدوا بالكم. تخدعينا جونن الوحيدة اللي ما ينفعش أسأل فيها على نفسي، تمام ممكن أحط جملة إجابة عادية، يعني ممكن تبقى صح إمتى؟
لو انا جيت هنا شلت بس ايودي اي هنا، هنخلي دي هنا مثلا، واحط ممكن نعم. احط هنا اللي هي جملة عادية، يعني انا ممكن احط هنا تونين هانجل جوني فيليبيني انكسايو. انا بقول انا ما رحتش الشهر اللي فات الفلبين، انا ما سافرتش الفلبين الشهر اللي فات. مادام جملة كده مقفولة يبقى خلاص، لكن جونين ما ينفعش يجي مكانها سؤال أسألك. ان انا بسأل نفسي. تمام. طيب أوكي. فهنا اوبا نين اونيل شوبي موري كاسايو، أصويا هل بابا رايح أصويا النهارده الشوبينج مول؟ تمام اوكي. هنا الجملة التانية ممكن نحط لها ايه بقى؟ دي هنا ايه الاول؟ في انهي زمن؟ واجو تمام واجو اوكي، واجو ممكن نحط ايه بقى؟ أنكسر. اوكي انكسايو. طب انا ماشي. هنا لو عايزه اجاوب، احنا هنا عملنا سؤال بس ما جاوبناش عليه. اوبا نين ونل شوبين موري كاسايو، لو انا عايزه اقول اه او لا هقولها ازاي؟ ني اوبانن لو اونيل اه هقول شوبينج ني، تشوبينج قصير هتبقى هنا اوبانن. وكمل باقي الجملة. بالظبط، بس هتبقى دي التون بتاعنا هيتغير، مش هيبقى سؤال، هيبقى مش ني هيبقى سؤال. اوبا نين ونل نين سوبر اونيل موري اونيل كاسايو. اونيل طب انا اونيل عايزه اوكي احط، عايزه اقول لا انيو، انيون اوبانن اونيل شوبينج موري انكسر. بالظبط اللي هي دي تبقى انكسايو. ماشي. تمام ناخد كده جملة تانية، جي سونين جي كم نونا جي بي. كا كوسايو عشان تمام تشيكن يونزي. تمام طب يونزي. تعرفي تقوليها كده يا منى الجملة واحدة واحدة؟ ايوه جي سونين كيم ايوه نونا نونا تي بايو تي جيبي تي تي بي ايوه تي بي كاكو سايو كابوس سايو. كاكوس كاكوس سايو. تمام برافو عليك. دي بقى الجملة الثانية، نام منى تعرفي تقريها جي او انتوا الاثنين تعرفوا تقولوا الجمل دي؟ دي ايه؟ نام جي تشين كونن نمجا. ن آه نام جا نتبقى يا كل شوية. بصي خدي بالك من الحرف ده والحرف ده، لما يبقى فيه شرطة هنا على اليمين هتنطق اه، لكن هنا اي اي اه، محتاجة هم تراجع تاني الهانجل والألفابيت. تمام نام جا تشين كونن تمام نايل نيل نيل يه ايوه نيل هانكو ايوه تشيك توني تيك تاني تشيك تيك تون تاني تاني المطعم تيك الكوري تاني هانجوك تيك تاني. نايل كالكويو اه تمام كالكويو تمام علشان نيل في المستقبل هتاخد كويايو، الريل مع الفعل وكويايو. تمام